السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين المتابعين، وأسعد الله مساءكم بكل خير. عاجل وهام، البحرية اليمنية تكشف كواليس الهجوم على سفينة يونانية ومحاولة فرقاضة أوروبية الاعتراض. وإلى الوقائع، كشف مصدر في القوات البحرية اليمنية اليوم الاثنين عن كواليس استهداف السفينة اليونانية زونيون في البحر الأحمر قبل فرارها ومحاولة فرقاضة أوروبية اعتراض الهجوم اليمني. وأوضح المصدر أن الفرقاضة الأوروبية اعترضت الزورق الهجومي الأول، بعدها قررت البحرية اليمنية تحويل الهجوم نحوها وجرى مهاجمتها بزورق، مشيرا إلى أنه عندما استشعر طاقم الفرقاضة أن الهجوم تحول نحوهم قرروا الفرار وأجلوا طاقم السفينة سونيون. وجددت البحرية اليمنية التحذير للسفن من التلاعب بأجهزة التعارف ما يجعلها معرضة للاستهداف، مشيرة إلى أن السفن المستهدفة معلومة سواء أطفأت أو شغلت أجهزة التعارف، وما عداها فهي آمنة وتستطيع الملاحة في منطقة عملياتنا. وأكدت القوات اليمنية أنها مستمرة في تطوير قدراتها إسنادا لغزة وللشعب الفلسطيني ودفاعا عن بلدنا بوجه العدوان الأمريكي البريطاني وفق المصدر. أشكركم على حسن متابعتي والإصغاء، لا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.